هي كتعرف واحد الهيمنه شيئا ما ديال واحد الفيديوهات اللي نقدروا نقولوا عليها ما صالحاش التغيير ديال هذا السلوك ديال التيك توك. ما غاديش يجي فقط باننا حنا كشباب بدنا نقولوا وخاصنا نحيدوا التيك توك وخاصنا نواجهوا وخاصنا نحاربوا التيك توك، لا بالعكس خاصنا حنا ندخلوا بالمعارف ديالنا كل واحد في المجال ديالو. كنوروهم في الدار الحاجه اللي زوينه وكيبداو يشوفوا هما داكشي بحال كيميلوا لداكشي بزاف. انا شفتني الدريه صغارات وكيبداو يديروا داكشي ديال التيك توك يبداو يغنيوا فيه يبغوا داكشي، انا ما كيعجبنيش الحال. كأم كنبغي وليداتي يستافدوا من شي حاجه زوينه بحال اطباء بحال شي حاجه ديال القرايه. بالنسبة لي أنا لا يمنع أن أنكادغ ولا كفاءات مجتمعية تخاطب الناس انطلاقا من هذه المنصات ديال التواصل الاجتماعي، واللي بغى شي حاجة راه كيلقاها. الفكرة جات لأن احنا كأطباء عندنا هذاك خاص ضروري تكون عندك تواصل. مثلا أنا كيفاش بديت، كيجي المريض الأول كيدوي لي على واحد الموضوع مشكل، كيجي المريض الثاني مشكل وعنده فكره خاطئه، تيقول لك انا راه سمعت قالوا لي في الفيسبوك ولا راه قالوا في التيك توك راه كاين الريجيم ديال الجرثومه مثلا. دونك خلى واحد المريض جا قلت لهم غندير البوق دوك ديال الانتخابات وندور به على الناس. البوق اللي ولا دابا هو وسائل التواصل الاجتماعي.